الراغب الفنان المخضرم يلي فعلا كل اغانيه ما بيموتوا، وقليل ما نشوف اليوم فنانين عندهم ستيل راغب والاغاني والكلمات تبع راغب يلي فعلا ما ماتوا، من سنين بنرجع بنسمعهم وبنرجع بنتذكر. اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا، هذا راي الدكتور نادر صعب لانه اليوم موجود معنا ليتحدث عن واحده من اقدم عمليات التجميل ومن اكثرها انتشارا، عمليات تجميل الانف التي ما زالت تلقى رواجا كبيرا لا سيما بين النجوم والمشاهير. فهل من جديد في هذا المجال وما السبيل لجعلها تبدو طبيعية بعيدة عن الشكل المصطنع؟ طيب نادر نادر صعب يقولون انه راح تسوي عمليات تجميل بدون جراحة، ابرا كدابرا ولا شو؟ اكيد مثل ما بتعرف عادل اليوم التطورات بعالم التجميل كثيره، ويمكن هو المجال الوحيد يلي في كثير ابحاث لحتى الانسان يحافظ على شكله، لبل نكبر بالسن من دون ما يتغير شكلنا بطريقه تعجيزيه. جميل. ولهيك كان لابد من تطور تقنيه تجميل الانف، لانه عمليه تجميل الانف هي من الاكثر رواجا، ومن سنين ومن جيم نلاقي انه هالسيدات خاصه والرجال اللي صاروا هلا عم بشكلوا حيز كثير كبير على طول عندهم هالجبير على الانف. هلا صار فينا نقدر نلجا الى عمليه تجميل الانف بربع ساعه من الوقت يلي هي وقت كثير قصير، باستعمال بنج تخديري وليس البنج العام، يعني بيكون لايك سيديشن. منلجا الى قص العظم، لانه من زمان كنا نستعمل المطرة او الشاكوش اللي هي يمكن كثير اجريسيف وكثير مؤذيه للمريض، لانه خلال تكسير العظم بيصير في عنا ارتجاج بالدماغ وبيصير في عنا كثير خضات على المريض، مع البنج العام يلي هو بحد ذاته مؤذي. لكن مع تطور الليزر لتظبيط العظم، تنحيف الأنف، إزالة الغضاريف يلي هن براس الأنف وتظبيط انحراف الوتيرة بنفس الوقت لحتى نقدر نتنفس بشكل صحي ونتخلص من ألام الرأس يلي غالبا بيكونوا مع انحراف الوتيرة موجودين. طيب دكتور، يعني زي ما ذكرنا هي واحدة من أقدم العمليات وأكثرها انتشارا وخصوصا في عصرنا الحالي، يعني أصبحت ليست حكرا على المشاهير أو النجوم، اليوم يمكن لا يخلو منزل أو عائلة ما تلاقي فيها شخص أو البنات بالتحديد عاملينها، لدرجة صارت موضة. أنت كطبيب تجميل متى تنصح البنت اللي جايتك أو الشاب انها تعملها، ومتى تقول له لا احنا ممكن نعمل لك اجراء بسيط شغله بسيطه؟ مها، يمكن الجميل هو انسجام تعابير الوجه مع بعض البعض، ويمكن انف كبير بيلبق على وجه ما بيلبق على وجه اخر، مثل الشفاه مثل الحواجب مثل اي شيء. كرمال هيك بيبقى الجميل موضوعي، يمكن انا بعطي وجهه نظر، مش بس بكتفي بهيك، باخذ صور على السكرين قبل وبعد لحتى فرجيهم بعد العمليه كيف بيصير، هل بيتاقلم مع شكلهم الجديد ولا لا. لانه الانف بيحتل وسط الوجه، وبقول انا تعديل الانف هو اللي بيحدد عرق وجنسية الإنسان. صح. يعني الأنف الفلبيني غير الأنف الإماراتي غير الفرنسي غير الأفريقي. صح. لهيك تغيرات إذا كان مش بإيد فنان جراح تجميل هون معقول نغير معالم الإنسان. كرمال هيك على جراح التجميل أنه يكون فنان، وبالتالي عمليات تجميل الأنف لازم الإنسان يتسقف من هالناحية بالتجميل، لأنه الأنف بيختلف عن باقي الوجه. الأنف مؤلف من عظم ومن غضروف، الغضروف هو برأس الأنف. العظم بينمى وبيكبر لعمر ال 17-18 سنة، أما الغضروف بضل ينمى 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 ليموت الإنسان، وبالتالي هيدا يلي ببرهن ليش عند كبار السن منلاقي رأس الأنف كبير والأذنين كبار. على صعيد رأس الأنف منقدر نحن أنه نحد من تضخم الأنف مع تقدم السن، وبالتالي أنا من الناس يلي لجأت إلى عملية الأنف، أنا من الناس يلي بحبوا شكل أنفهم، لكن لجأت إلى عملية لاستئصال الغضاريف من رأس الأنف لحتى أكبر
من دون ما يتضخم رأس الأنف عندي. وبالتالي هون بكون حافظت على الشكل، وهي بالنهاية وقاية للحفاظ على شكل الإنسان الجميل قدر الإمكان لحتى يكون متصالح. أنا قاعدة أفكر في نفس الفكرة، قلت يا ربي روح نعملها من الآن يعني عشان قال شوف كبر ولا بعدم كبر ما أحس أنه كبر مع الكلام. طيب خليني أنا كمان 5 سنين يعادل هو 5 سنين زين قدامنا 5 سنين ونجي نعمل العملية. تروح لدكتور نادر. طيب اليوم بالفعل يعني هناك من يسترخص بعمليات التجميل، يقول لك والله عمليات التجميل غالية، في دكاترة التجميل يأخذون عمليات غالية، فيضطر إلى بعض الدول اللي من الممكن أن يعني شخص أنفه أصبح مقعر بعد ما كان في بروز كبير. هل هذا يعني البعض يقول أنف مايكل جاكسون، الكل أصبح مايكل جاكسون برفعة الأنف، هل هذه العملية أصبحت سهلة كثيراً عن ذي قبل باعتبار أنه ما في انتفاخات، ما في آلام، الجبيرة يشيلها أسرع من ذي قبل؟ أكيد في أشياء بنقدر نعملها بسرعة كتير، يلي هي العملية بحد ذاتها مع تطور التقنيات بالليزر، لأنه منقص العظم من دون آلام، من دون ورم، من دون إزرقاء. إنما حتى يلحم العظم على بعضه بده تقريبا 7 أيام، كرمال من هيك منحط كاست تجميلي وليست جبيرة، يعني واحد بلاستيك بتكون لفترة 6 أيام 7 أيام. وهيدي شغلة كتير مهمة لحتى نحافظ على شكل الأنف، لأنه ما الإنسان يرجع ينام على وجهه ولا يأكل شي ضرب. تخدير موضعي طبعا، أكيد تخدير موضعي بسيط. أما كتير من العمليات فشلوا عند البعض لأنه ما بيكون الطبيب فنان لحتى ياخذ مقاسات الوجه، لأنه مثل ما بنعرف حجم الوجه لازم يكون تلت تلت تلت، يرجع وسع العين قد وسع الأنف قد وسع العين الثاني قد المسافة بين العينتين. يعني في مقاييس أنا باخذهم بالليزر لحتى أعطي مجال قديش بدي اشتغل على الانف لحتى يطلع طبيعي. الانف ما لازم يكون مرفوع لانه بيعطي شكل مثل الخنزير، ما حلو كثير بيطلع بشع يعني. لازم يكون تقريبا 90 درجه. اضافه لهيك موقع الانف هو كثير مهم للحفاظ على جمال وصوره الوجه. لانه برجع بقول العظمة إذا كانت كبيرة بس نشيلها بغير شكل الأنف. كيف بالحرق إذا شلنا العظمة وصار عندنا حفرة؟ وهون كثير من الوقت بلجأ إلى الوخز لتظبيط بعض العمليات اللي انعملت يمكن استرخصوا أو كانوا عند أطباء منهم كفؤين وصار في فراغ بالأنف، بنقدر باستعمال الوخز من دون ما نلجأ لعمليات إعادة هالفراغ اللي كان موجود إلى حجم الأنف. تظبيط ما أفسده الآخر. يعني الفيلر يمكن يحل كثير من الأمور والمشاكل التي قد تحدث بعد العمليات. طيب دكتور، احنا حناخذ بعض الأسئلة اللي جاتنا على هاشتاغ صباح اندرسكور العربية. هل عمليات تجميل الأنف فيها مخاطر لا سمح الله، وكم نسبة النجاح؟ مخاطر أصبحت جدا قليلة مع تطور التقنيات اللي هي الليزر، ما بقى في عنا هالألام وهالتكسير، لأنه غالبا كان يصير في كسر بالجيوب الأنفية اللي هو كتير مزعج، أو بالطبقة الراس العظمي ويصير ينزل ماي من الأنف. هلأ مع تطور الليزر ما بقى موجودة هالمخاطر أبدا. جميل. وبما أنه ما في إزرقاء وما في ورم صار جدا سهل. نسبة نجاح هي 100% نجاح العملية، لكن الشكل بيختلف من طبيب لآخر وبيختلف من متطلبات الشخص بحد ذاته، لأنه في بعض الأوقات بيجي عندك مريض عنده متطلبات غير اعتيادية، بده يشبه هيفا وهبي، بده يشبه فلين، بده أنف مايكل جاكسون مثل ما قال. أنا ما راح أشبه راغب علامة بكل مهما حاولت عادل ما حتقدر. راغب علامة سوبر ستار هذا بمجاله، أنت سوبر حبيبي يا نادر. شكرا يا دكتور. طيب نذهب إلى أيضا سؤال آخر. صباح الخير، هل عملية تجميل الأنف فيها وجع؟ وكم تستغرق من ما بقى فيها وجع ابدا، انا بلاقيها painless
مع تطور الليزر، وبتستغرق ربع ساعة لتلت ساعة من الوقت يلي بيتم فيها كل شيء، حتى انحراف الوتيرة يلي بيكون في مشاكل للنفس بنظبطه بنفس الوقت. جميل. طيب جميل، احنا كده انتهت اسئلتنا. في اسئلة كثير وردت على هاشتاك صباح العربية، لكن احنا انت راح تجاوب عليها مباشرة لايف فوق. مشكورا معنا يا دكتور. على بداية الشهر الكريم بدي اتمنى رمضان كريم للجميع ولجميع الأمة العربية، وان شاء الله ان الله راد بتكون هالسنه فعلا سنه خير يا رب. ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لوجودك معنا طبيب التجميل الدكتور نادر صعب، كان معنا وسيستمر معنا ايضا على هاشتاجنا. سألوه لا تخلونا، استشارات مجانيه على @ صباح العربيه.